غادر رئيس حكومة الكفاءات المهندس خالد بحاح ظهر اليوم مقر إقامته في القصر الجمهوري بصنعاء بعد 3 أيام من محاصرة مسلحي أنصار الله له بداخل القصر. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي إن بحاح غادر ظهر اليوم مقر إقامته بالقصر الجمهوري إلى جهة وصفها بالآمنة. هذا وكانت الحكومة أعلنت اليوم إلغاء اجتماعها الأسبوعي الذي يعقد دوريا كل أربعاء من كل أسبوع.